كده نشوف الحادثة اللي هتشوفوها دي، يعني شيء مخيف طبعا، والمخيف فيها هي كاميرات المسجد هي اللي جابت الذئب البشري الجاني. يعني هل يمكن انه في ذئب بشري وطفلة وداخل مسجد، وكمان علشان يتخلص من شقيقها، هي داخلة الكتاب مع شقيقها بتاع المسجد يعني، فعشان يتخلص منه قال له روح للإمام، بعته مشوار يعني، وحاول اغتصاب الطفلة وقتلها عشان ما تقولش طبعا. يعني منتهى البشاعة والدناءة التي لا يتخيلها. علشان كده اللي بيقول لك بقى ايه، اصل اللبس بتاع البنت هو سبب التحرش والاغتصاب، الحقوا اصل المشاكل والسيدات والبنات واللي بيحصل في الشوارع هو السبب. لا، هو ده جوه مسجد وطفلة ولم يرضعه أي راضع، لا حرمة المسجد ولا عصمة الطفولة يعني، ولا شوفوا الطفلة يعني. هل يمكن حد يتخيل أصلا إن في ذئب بشري يغتصب طفلة بهذه البراءة؟ وكمان هل حد يتخيل إنه ده يحدث داخل مسجد؟ نشوف الواقع بقى. ذهبت برفقة أخيها إلى كتاب المسجد كعادتها، لكنها لم تعد مرة أخرى. هي داخلة تصلي المغرب، هي أخرى قبل المغرب 10 دقايق، وبعدين أنا معودها إن هي تروح تصلي في المسجد وتحفظ القرآن. في كتاب في المسجد من تحت بتروح تحفظ القرآن فيه كل يوم هو وأخوها. أول مرة إحنا كنا ماسكين في البنك، وكنا رايحين الكتاب، والراجل قال ده تعال نزل الشيخ ممدوح من الجامع. رحت نزيله ونزلت تاني، قبل ما نزلت ما لقيتهوش ولا لقيت اختي، وفي الاخر بقى طلعنا مطبوح. ده البني ادم لما بيذبح فرخه يمكن جسمه بيقشعر، ازاي انت دخلت على بني ادم ازاي؟ انا ما كنتش حاسه بنفسي، كنت هموت، كنت هموت كده، ولعبت في قلبي قدرتش ابص عليها، كنت هموت. اللي قايمين على أعمال المسجد وأهل القرية والعمدة بتركيب كاميرات علشان صندوق الزكاة سرق، فمن فضل ربنا إن الكاميرات ديت يعني هي اللي جابت الجاني. أنت دلوقتي في بيت ربنا، يعني أنت منين جالك عقل أصلاً إن أنت يعني إن هو ده أأمن مكان ليك؟ يعني ولحد دلوقتي إحنا فعلاً مش عارفين هو عمل كده ليه؟ محاولة اغتصاب لطفلة بعمر 5 سنوات ثم ذبحها داخل المسجد واقعة أثارت الرعب والدهشة والسخط بين أهالي مركز أوسيم بالجيزة. تقرير الطب الشرعي طلع بمحاولة الاغتصاب، شيء زي ده ما ينفعش يحصل في أي مكان. حادثة غريبة على البلد ويمكن على المجتمع المصري كله. القرية الآمنة أصبحت دلوقتي بيت رعب. يوم الحادثة الدنيا كلها كانت خايفة، يعني على الأطفال وعلى كله، الأطفال بتترقب لحد النهاردة. تفدي من هالذنب، يعني ولا كانت لابسة حلق ولا سلسلة ولا كانت لابسة أي حاجة تكون. أكيد هو لما كان عاوز يتحرش بها البت صوتت راح موتها، مفيش حل غير كده. أنا عايزة تيجي عشان نروح مع بعض وكتاب الرسالة القرآن. أنا معلش، أنا نقيت لها لبس العيد ده عشان تحضر في فرح خالتها، ما لحقتش تلبسه. كنت بحلم ازفها يوم فرح، زفتها في عربيه الاسعاف، كل يوم بقف على السلم واقول يا ميت اطلع عشان تلبسي وتروحي الحضانه، يا ميت اطلع عشان البسك يا حبيبتي وتروحي الحضانه، ولا سامحيني يا بنتي سامحيني على اي حاجه عملتها فيها، كان زعلتها من وقال كان سبتها خرجت، يا ريت ما وديتها. بطالب بإعدام، لازم يتعدم، غير كده احنا مش هنقبل. طفلة زي دي بأي ذنب قتلت، وبقول حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. انت مع الشهداء والأنبياء، أنا عارفة، وربنا يصبرنا على فراقها.
الدم والعرض وبيت من بيوت الله، كلها حرمات انتهكت في تلك الجريمة البشعة. عايز أعود عيالي على الطاقة والصلاة وإيمان ربنا. طب لما هذا حصل ده يعني هنعمل إيه؟ يعني قاعد ابني دلوقتي من المدرسة، أو أقعد أنا من الشغل، أو ما خليش ابني يروح يصلي؟ دي لو يرضي ربنا أنا موافق بيه. مشهد بشع ووحشي ولا يمكن أن يتخيله أحد. لو بتقول لحد كده هذه القصة لا يصدقها عقل، تتنافى وتتناقض تماما مع الآدمية. مش ممكن بني آدم يعمل كده، مش ممكن، بل الحيوان مش ممكن هيعمل كده أيضا. لا رضعه المسجد بحرمته، ولا الطفولة ببراءتها، ولا أي حاجة بترضعه. وزي ببشري، وفي لحظة يعني يبعت الولد لإمام المسجد ويعتدي على الطفلة ويقتلها بسرعة جوه مسجد. يعني أنا أتمنى، وأنا واثق طبعا لأنها هي جوه مسجد، فطبعا يعني محدش يتخيل. الراجل حتى بيقول لك اعمل ايه غير ان انا اودي بنتي المسجد عشان اعلمها يعني فكره الارتباط بالجامع وبالصلاه، ويعني الراجل عايز ينشئها يعني نشاه دينيه يعني ونشاه اخلاقيه من البدايه يعني. في مكان اكثر امانا من المسجد؟ يعني ذئب بشري ده من اي نوع؟ وهل الاعدام ده يكفي؟ يعني لما تقعد تتخيل كده، يعني هل الاعدام يكفي في مع مغتصب وذئب بشري بهذا الشكل؟ يعني ما فيش عقوبة ابدا يمكن ان تتخيلها تتناسب وتتلائم مع الجريمة اللي حدثت. يعني حتى طبعا احنا يعني ما كانش ممكن ان احنا نتجاهلها. ليه؟ علشان ده كمان ده محتاجه، وانا واثق انه وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه هنشوف ايه المسجد اللي ممكن يحصل فيه ده، وايه اللي يوصل لكده، وايه اللي يخلي حتى سلوك لا ادمي بهذا الشكل يبقى جوه مسجد، وايه اللي يوصل الى هذا المشهد اللي لا يمكن أبدا يتخيله عاقل. لا يمكن. الله يرحمها ويصبر أسرتها. وخلينا نشوف كمان علشان بس البعض هنا لما يشوف كيف يمكن أن نتعامل مع الاغتصاب، فنتعامل معاه بواقعية شديدة. يعني احنا أمام مغتصب، اوعى تعمل له أي شماعات، اوعى تقول والله ده العوائق المعيشية والتأخر في الزواج اوعى، أو لبس البنت، أو ما تناقش، لا تعطي شماعة للمغتصب وللمتحرش وللذئب البشري. ملوش مبرر، ملوش شماعة أبدا. ما هو بدليل أو مسجد وطفلة، لا لبسة ولا المكان حتى يعني يمكن أن يثير شاوة. يعني مش ممكن حد يتخيل ده، لكن للأسف الشديد حدث.